السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعين في كل مكان ومكملين مع بعض يونت 2. هنذاكر مع بعض لسن 4 إن شاء الله، أشرحه معاكم بطريقة سهلة وبسيطة. لكن قبل ما نبدأ، ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، لو أول مرة تشوفوا القناة ما تنسوش الاشتراك في القناة. هنبدأ مع بعض. النهاردة درسنا بيتكلم عن comparing and ordering irrational numbers، مقارنة وترتيب الأعداد النسبية. طبعا درس النهارده بيتكلم عن زي ما قلت comparing، يعني مسائل كلها هنحط فيها more than و less than او بنحط equals زي ما شايفين معايا. طبعا الخلاصة عندنا في الدرس بتاعنا اللي هي الجزئية دي، وكمان في جزئية تانية هشرحها لكم بعد كده. المهم ركزوا معايا في الجزئية دي، لو ركزتوا معايا في الجزئية دي هتحلوا كل المسائل الخاصة بعملية الكومبيرنج. اول حاجة شايفين كده اللي قدامكم ده number line، تمام؟ النمبر line اللي قدامكم ده طبعا عندنا النيجاتيف نمبر وعندنا البوزيتيف نمبرز. خلينا كده متفقين اني لما اجي اعمل كومبيرنج ما بين عندنا بوزيتيف وما بين نيجاتيف، ارقام بتكون فيها بلس موجبة وعندنا ماينس او نيجاتيف، يعني يبقى على طول انا بحط العلامة اللي هي بتكون greater than او more than قدام البوزيتيف. قدام مين؟ قدام البوزيتيف. يعني ايه؟ بيكون هنا اي نمبر بيكون هنا from zero from zero and so on بيكون is bigger than النمبرز اللي بتكون هنا عندنا اللي هي خاصة بالنيجاتيف نمبرز. يبقى كده خلينا متفقين، اول ما اشوف المسألة بتاعتي فيها عندنا بوزيتيف ونيجاتيف بختار على طول البوزيتيف مهما كان هو ايه، هو برضو بيكون عندنا is bigger than النيجاتيف. دي كده اول حاجة. تاني حاجة، انا قدامي النمبر لاين وعاوز اعمل عملية مور زان او ليس زان او ايكوالز، فبالتالي انا بشوف عندنا اي حاجة بتكون عندنا from the right ناحية اليمين بتكون is bigger than الموجود ناحية اليسار. بمعنى عندنا نيجاتيف 5 over 3 ولا عندنا نيجاتيف 4 over 3، مين عندنا the biggest؟ قلنا اللي من ناحية الرايت يبقى عندنا اللي هو ده. طب لو جيت هنا مين عندنا the biggest؟ عندنا ده ولا ده؟ هتقولي لا طبعا ده، عشان ده اللي موجود ناحية الرايت ناحية اليمين، يبقى عندنا اللي هو الفراكشن ده هيكون is bigger than ده. طيب لو قلت لك عندنا نيجاتيف 1 ولا نيجاتيف 2، هتقولي مين ذا بيجست؟ هتقولي لا نيجاتيف 1. كل ما تكون عندنا النمبرز موجوده ان ذا رايت النمبر الثاني على يمين النمبر الثاني فهو عندنا يبقى ذا بيجست، تمام؟ دي حاجه. الحاجه الثالثه برضو اللي انا ممكن احل بيها المساله لو كانت عندنا نيجاتيف، النيجاتيف كل ما النمبر بتاعي بيكون عندنا كبير، يعني مثلا عندنا نيجاتيف 5 ولا نيجاتيف 4، هتقولي لا نيجاتيف 4 عندنا ذا بيجست. كل ما النمبر بتاعي بيكون كبير، تمام، ده معناه ان الفاليو بتاعته بتكون ذا ليست، يعني الاقل. طول معايا نبدا نشوف كده الامثله، تمام؟ ملحوظه، الامثله دي هي الامثله اللي موجوده في اكسرسايز نمبر 7 السؤال الاول، لكن الاكزامبلز اللي قدامكم دي كلها متلخبطه، علشان بس انا حبيت ان انا احط كل جزئيه مع الجزئيه الخاصه بيها علشان تكون واضحه معاكم المسائل. تعالوا نبدا. عندنا هنا في زيرو وهنا عندنا في ايه نيجاتيف، على طول من غير اي تفكير طالما في عندنا واحده نيجاتيف واحده بوزيتيف يبقى على طول البوزيتيف هي بتكون ايه ذا بيجست، تمام؟ مره تانية، مسالتي هنا فيها نيجاتيف وفيها عندنا بوزيتيف، يبقى على طول بحط العلامه بتاعتي قدام البوزيتيف، خلاص خلصت. هنا عندنا نيجاتيف وهنا بوزيتيف، احط العلامه فين؟ احطها قدام البوزيتيف، تمام؟ هنا عندنا 3.7 هنا 3. عندنا الاثنين ديسيمالز، دي سهله. هنا في ايه؟ في 3 وهنا 3، تمام زي بعض. باخد عندنا اللي بعدها، عندنا هنا في 7 وهنا في 6، يبقى مين ذا بيجست؟ على طول اللي هي دي. هنا في عندنا 8 وهنا عندنا 1 هول، احنا عارفين طبعا ال 1 هول بيكون هو ايه؟ بيكون هو ذا بيجست، يبقى بحط العلامه كده، تمام؟ شايفين معايا الجزئية دي سهلة جدا. طيب تعالوا هنا لما تكون المسألة بتاعتي فيها فراكشن، كتيرة بتلاقي صعوبة في الجزئية دي. دلوقتي عندنا ده هاف وده عندنا 3 over 2. هنا في ايه؟ في الديمونيدر، هما الاثنين لايك، هنا 2 وهنا 2، يعني هما الاثنين زي بعض. لما بيكون الديمونيدر هما الاثنين زي بعض بطلع ابص على اللي فوق، هشوف عندنا مين الكبير وهو اللي اختاره. هنا عندنا 3 وهنا 1، يبقى مين ذا بيجست؟ على طول هقول ايه؟ هقول 3 هي ذا بيجست، خلاص خلصت. امتى؟ ما يكون الديمونيدر هما الاثنين لايك، هنا عندنا ده زي ده، بطلع اشوف اللي فوق واخد الكبير. هنا عندنا مين؟ هنا 3، يبقى انا هاخد دي،
تمام. طيب هنا عندنا دي فورث وعندنا دي 1/6. فين عندنا اللايك؟ اللايك فوق، المتشابه عندنا فوق، هنا 1 وهنا 1. يبقى هنزل تحت ابص على الدينومينيتور، اول ما الاقي الدينومينيتور عندنا مختلف واللي فوق زي بعض، بسال نفسي سؤال، ماما تقسم عندنا البيتزا تقسمها الى 4 بارتس ولا ماما تقسمها الى 6 بارتس؟ يعني تقسم ماما البيتزا عليا انا واخويا واختي وماما احنا الاربعه، ولا كمان ماما تجيب اخويا التاني واختي التانية تجيبهم برضه عندنا 6 وتقسم البيتزا؟ هتقولي لا طبعا كفاية ماما لما تقسم علينا احنا الفور بس، لكن لو قسمت على حد تاني فكل واحد هياخد جزء اقل، يبقى عندنا ايه؟ يبقى الفورس. تمام. طيب هنا عندنا في ديسمول وهنا في فراكشن، هحلها ازاي؟ عندي طريقتين للحل. اول طريقة ان انا احول ده لفراكشن او احول ده لديسمول. فهنا عندي بالنسبة لي دي ايه؟ دي هاف، دي بالنسبة لي هاف. فانا عارف اصلا زي ما شرحت لكم كده في الحلقة السابقة، وقلت لكم ان في بعض الفراكشنز احنا مفروض نكون عارفينها. عندنا هاف دي قلنا معناها قبل كده معناها ايه؟ 5 تنس صح. وهنا في 3 يبقى 3 and 5 تنس، وهنا عندنا زيها بالظبط، يبقى هقول له مسألتنا دي ايه؟ equal. تمام. تعالوا هنا عندنا 5 تنس وعندنا هنا 2/8. ها طب هنشوف انها، حد يقول يا مس هنحول دي نحولها للفراكشن. تمام برافو. يبقى انا احط هنا ايه؟ هحط هنا عندنا هاف وهشيل دي. تمام. يبقى عندنا مسألتنا الجديدة هنا هاف وهنا 2/8. هنا عندنا لاحظتوا في ايه؟ عندنا هما الاتنين ديفرنت، عندنا اللي فوق انلايك نيميريدور وعندنا لتحت كمان عندنا انلايك دينيميريدور. هنعمل ايه في الحالة دي؟ في الحالة دي لما بيكون كله عندنا ديفرنت، هقول لك حاجة بسيطة، اعمل ايه؟ اعمل مقص. اعمل ايه؟ اعمل مقص. طيب في كتاب بتاع المعاصر جايب ان احنا نجيب ليست كامل مالتيبل ونبدا كده نشوف عندنا المشترك ما بينهم ونبدا نحل كده زي ما اتعلمنا، لكن طبعا ده هياخد مننا وقت وعاوزين نحل المساله بسرعه، خلينا احسن في طريقه المقص. هنعمل ايه؟ تعالوا معايا كده هنا عشان تكون واضحه معاكم. قالتنا اصبحت بالشكل ده، قلت هنعمل مقص، يعني ايه؟ 2 تايمز 2 ايكوالز، هتقولي ايه؟ هتقولي 4. هحط 4 هنا، وهنا عندنا 1 تايمز 8 ايكوالز ايه؟ ايكوالز عندنا 8. يبقى ال 8 ولا ال 4؟ هتقولي على طول طبعا ايه؟ هتقولي 8. يبقى عندنا ده زي بيجس. تمام. حد تاني ممكن مثلا يحول او يخلي عندنا ال 2/8 دي يخليها in the simplest form، ف 2 divided 2 عندنا 1 و 8 divided 2 عندنا 4، يبقى دي fourth ودي عندنا half. مين the biggest؟ ال half ولا عندنا fourth؟ هتقولي برضو عندنا مين؟ half، النص طبعا. هنا في عندنا whole وهنا whole. تمام. هنا 2/3 وهنا عندنا 4/5. لما الاقي هنا whole وهنا whole يعني زي بعض، كل اللي انا هعمله هعمل نفسي مش شايفه دي، خلاص هشتغل على دي. هنا عندنا طبعا هنا انلايك وهنا انلايك، يبقى هعمل ايه؟ هعمل مقص. هقول 3 دي تايمز 4 ايكوالز، هتقول لي 12، و 2 تايمز 5 ايكوالز، هتقول لي 10. يبقى مين عندنا ذا بيجست، 10 ولا 12؟ لا طبعا هتقول لي ايه؟ هتقول لي 12. تمام. شايفين معايا ازاي الجزئية سهلة وبسيطة؟ تعالوا معايا في الجزئية دي، ودي الجزئية المهمة جدا. لاحظتوا ايه؟ لاحظتوا هنا عندنا نيجاتيف وهنا نيجاتيف. تمام. طيب هنا في ايه؟ 1.6، هنا 8/5. طب هنا عندنا ديسمول وهنا فراكشن، تعالوا نحول الديسمول ده نحوله لفراكشن. هنا عندنا 1.6 تنس، ال 6 دي معناها ان هي 6/10 لانها في التنس، يبقى 6/10. وهنا معانا 1 يبقى عندنا 1 and 6/10. معايا هنا هقول 1 and 6/10. تمام. وطبعا معانا مين؟ معانا نيجاتيف، واحط كده عندنا السكوير بتاعنا وهقول هنا نيجاتيف 8/5. تمام. هنا هقول 1 تايمز 10، عاوزه اخليها زي دي عشان اعرف ان انا اعمل لهم ايه، اعرف ان انا اعمل كومبيرنج ما بينهم، لازم يكونوا زي بعض. هنا 1 تايمز 10 10 10 بلس 6 هيدينا 16/10، ومعانا مين؟ معانا نيجاتيف. طيب تمام. هكمل كده المساله بتاعتي، هقول ماينس، هقول نيجاتيف، عندنا مين؟ 8/5. يلا معايا هنعمل ايه؟ هنعمل عندنا مقص. هنا طبعا ده هما الاتنين اللي فوق انلايك وهنا انلايك، يبقى هنعمل ايه؟ هنعمل المقص بتاعنا. هقول 16 تايمز 5، هقول نيجاتيف، نيجاتيف هقول 80، وهنا عندنا 10 تايمز نيجاتيف 8 عندنا برضو بكام؟ هقول بنيجاتيف 80.
تمام. طب هنا نيجاتيف 80 وهنا نيجاتيف 80، يعني هما الاثنين زي بعض، يبقى هقول له ايه؟ هقول له ايكوالز. طيب هنا عندنا نيجاتيف 4 اند هاف، وهنا عندنا نيجاتيف 5. دي 4 اند هاف ودي عندنا 5، يبقى مين ذا بيجست؟ على طول ما هي مش محتاجه خلاص، هنا 4 وهنا عندنا 5. هتقول لي طبعا يا مس هما الاثنين نيجاتيف، وطبعا هنا عندنا ال 4 موجوده ان ذا رايت النمبر لاين، موجوده على اليمين بتاعه ال 5، يبقى على طول ده ذا بيجست. يبقى ده عندنا ايه اللي هي 4 اند هاف هي ذا بيجست، عشان عندنا ان ال 4 دي طبعا ال 4 هي الموجودة الاول، موجودة قبل الفايف او موجودة in the right، او عندنا الفاليو بتاعت الفور طبعا بالنيجاتيف بتكون is bigger than اللي هو الفايف. طيب هنا نيجاتيف 5 اوفر 7 وهنا نيجاتيف عندنا 3 اوفر 10. لاحظتوا معايا اللي فوق طبعا unlike واللي تحت unlike، تعالوا نعمل على طول مقص. هقول 5 تايمز 2 ايكوالز عندنا 10، وهنا في ايه؟ وهنا في عندنا نيجاتيف. طيب والناحية التانية هقول 7 تايمز 3 equals 21، يعني معناها نيجاتيف 21. لاحظتم معايا هنا نيجاتيف 10 وهنا نيجاتيف 21، يبقى عندنا مين ذا بيجست؟ على طول ذا سمولست نمبر هو بيكون هذا بيجست فاليو، فبالتالي هختار نيجاتيف 10. شفتوا معايا ازاي؟ هو درس سهل وبسيط لكن محتاج مننا بس ايه شويه تركيز. تعالوا نشوف كده اللي بعده. تعالوا بعد كده هنتكلم عن the density of the rational numbers، يعني كثافه الراشونال نمبرز اللي هي الاعداد اللي احنا خدناها قبل كده النسبيه. عندنا الراشونال نمبرز الاعداد النسبيه دي كل عندنا 2 نمبرز بيكون في ما بينهم عندنا rational numbers. احنا هنتعلم النهارده ازاي نجيب الراشونال نمبرز between 2 different rational numbers. يعني ايه؟ يعني مثلا عندنا هنا زي الموجود قدامكم عندنا 3 و 2 over 3، عاوزة اجيب الراشونال نمبرز between them، الارقام اللي بتكون موجودة بينهم الارقام النسبية. بجيبها ازاي؟ هنا عندنا في 3 وهنا عندنا، هتقولي هنا في 1 وهنا 2، يعني مفيش حاجة. لا، انا ممكن اعمل تايمز في اي نمبرز بحيث ان انا اكبر الفراكشن اللي معايا ده، واقدر ان انا اجيب النمبرز اللي هي between them. يعني مثلا هنا عندنا 3 وهنا 2 over 3، وفي كده ملحوظة عندكم ان انا بشتغل على الديمونيدر بيكون لايك، لازم يكونوا زي بعض. بما ان اصلا الديمونيدر فيه لايك يبقى خلاص معايا مسألتي بسيطة. كل اللي انا هعمله مثلا ممكن اعمل هنا عندنا تايمز 2 واعمل هنا كمان تايمز 2، وهنا اعمل تايمز 2 واعمل هنا كمان تايمز 2. تمام؟ لما اجي اعمل تايمز 2 يبقى هنا 1 تايمز 2 هتدينا 2، و 3 تايمز 2 ايكوالز عندنا 6، وهنا 2 تايمز 2 هيدينا 4، وهنا 2 تايمز 3 هيدينا 6. شايفين معايا لما انا حولتها هنا عندنا 2 اوفر 6 وهنا 4 اوفر 6 في حاجه ما بينهم؟ اه، عندنا في كام هنا اللي في النص ما بينهم؟ 3 اوفر 6. يبقى عندنا اللي بينهم كام؟ هقول له عندنا 3 اوفر 6 لاينز تقع عندنا بتوين مين؟ بتوين 2 فراكشنز اللي هم دول. تمام. طيب تعالوا كده ناخد حبة تمارين على الجزئية دي. يجيني في الامتحان يقول لي find two rational numbers lying between two fractions دول، او اي عندنا two rational numbers. تعالوا معايا هنا في البداية بيقول two over three and five over six. هنا عاوزين نجيب النمبرز اللي بتوين ذم، النمبرز اللي موجوده بينهم هما الاثنين. في مساله زي دي انا بحاول ان انا اخلي الديمونيدور لازم يكونوا زي بعض عشان اقدر ان انا اجيب الراشونال نمبرز بتوين ذم، النمبرز اللي بينهم هما الاثنين. طب هنا عندنا 3 وهنا 6، هعمل ايه؟ هعمل تايمز 2 هنا وهعمل تايمز 2 هنا. لما جيت قلت 2 تايمز 2 ايكوالز عندنا 4، و2 تايمز 3 ايكوالز 6. تمام؟ ليه انا عملت تايمز 2 هنا؟ علشان عندنا ال6 ديت مالتيبل 3، فانا عاوزاهم يكونوا زي بعض. عملت تايمز 2 هنا وتايمز 2 هنا علشان 2 تايمز 3 هتدينا 6. تمام. وهنا معايا مين؟ معايا 5 اوفر 6. حد لاحظ كده معايا هنا 5 4 اوفر 6 هنا 5 اوفر 6، مفيش عندنا بينهم راشونال نمبرز او مفيش عندنا بينهم فراكشن. يعني هعمل ايه؟ تايمز 3، هزود عندنا حاجه كمان، يعني ممكن اعمل تايمز 3 هنا وتايمز 3 فوق، وهنا كمان برضو نفس الشيء هعمل تايمز 3 وهنا كمان هعمل تايمز 3. ليه هعمل تايمز 3؟ عشان انا عاوزه اجيب نمبرز ما بينهم، فبالتالي انا هزود الفراكشنز علشان الاقي فراكشنز تانيه جديده بينهم. فهنا 3 تايمز 4 ايكوالز 12، و3 تايمز 2 ايكوالز عندنا 18، هنا 5 تايمز 3 ايكوالز 15،
وعندنا 6 تايم 3 ايكوالز 18. لاحظتم معايا ايه؟ هنا 12 اوفر 18، هنا 15 اوفر 18. في ما بينهم عندنا فراكشن او ما بينهم عندنا راشل نمبرز؟ اه طبعا في ما بينهم، اللي هو ايه؟ هتقولي طبعا هنا دي 12 اوفر 18، في عندنا هنا كمان 13 اوفر 18، وعندنا كمان 14 اوفر 18، وديت الفراكشنز اللي بينهم هما الاثنين. تمام، يبقى انا بحاول ازود، ممكن كمان لو عندنا ديسيمالز احط زيروز زي ما هنشوف معايا دلوقتي. طبعا انا بعمل تايمز في اني نمبر، مش شرط عندنا في 2 او في 3، لكن اهم حاجه الدومينيتور يكونوا هما الاثنين لايك، يكونوا زي بعض عشان اقدر اجيب النمبرز او الفراكشنز اللي بتكون بتوين زم. تمام، طب تعالوا ناخد كده مع بعض حاجة تانية. هنا 2 over 3 and 3 over 4، عاوز برضو هنا الراشنال نمبرز اللي موجودة ما بينهم. اول حاجة عندنا هنا 3 وهنا 4، تعالوا نجيب كده مع بعض least common multiple، او نجيب عندنا الكومن ديمونيدور المقام المشترك ما بينهم هما الاثنين. هنا 3 وهنا 4 طبعا دي برايم، فبالتالي انا هجيب كام؟ هجيب 12. تمام، طبعا الحاجات دي اللي احنا اخدناها قبل كده في الفيديوهات السابقة. تمام، يبقى انا هجيب عندنا مين؟ 12 بينهم هما الاثنين. هنا 3 اصبحت 12، عملنا تايمز 4، يبقى فوق كمان، يبقى 4 تايمز 2 ايكوالز 8. وهنا ال 4 اصبحت 12، عملنا تايمز 3، يبقى فوق كمان، 3 تايمز 3 ايكوالز كام؟ ايكوالز 9. هنلاقي وهما الاثنين مفيش حاجه ما بينهم هما الاثنين. طيب انا ممكن اعمل ايه؟ ممكن مثلا اقول هنا تايم 3، هنا ممكن اقول تايم 3. لو قلت هنا عندنا تايم 3، يبقى 12 تايم 3 هيدينا 36، وفوق كمان لو قلت تايم 3 يبقى هيدينا 24. طب هنا لو قلت تايم 3 هيدينا 27، وعندنا تحت كام؟ 36 برضو. طبعا احنا لازم يكونوا هما الاثنين زي بعض، هنا 24 وهنا 27، ايه اللي بينهم هما الاثنين؟ هتقولي 25 over 36 مين؟ 25 over 36، وفي كمان 26 over 36، صح؟ دي الحاجات اللي بينهم هما الاثنين. يبقى كده انا جبت له ايه؟ جبت له 2 rational numbers lying between them. تمام، تعالوا ناخد اللي جنبها. تعالوا دي المساله بتاعتنا دي ايه؟ دي ديسيمال. عندنا في ايه؟ 3.7 و3.8. ملاحظين طبعا ان هما الاثنين اصلا بعد بعض، يعني مفيش عندنا حاجه ما بينهم. لكن انا لو حطيت هنا عندنا 0، تمام، وجيت حطيت هنا كمان 0، يبقى هنا ماينس 3. هنا عندنا 700 وهنا 800، طبعا ده في بينهم هما الاثنين ميني نمبرز، عندنا ارقام عديده. فهنا هقول له عندنا نيجاتيف 3.71، وعندنا ايه كمان؟ عندنا نيجاتيف 3.72، نيجاتيف عندنا 3.73، معايا؟ وهكذا لحد ما اوصل لعندنا مين؟ لقيتي. يبقى انا كده جبت له ايه؟ هو طبعا عاوز 2 نمبر بس، انا ممكن اكتب دول، ممكن اكتب ده وده، ممكن اكتب اي 2 نمبرز اكتبهم موجودين بينهم هما الاثنين. تمام، طيب تعالوا نشوف اللي بعده. تعالوا نحل مع بعض اسئله اكسرسايز نمبر 7. تعالوا معايا نبدا هنا. شايفين معايا طبعا السؤال ده بالكامل، انا هو اللي حلته على السبوره في بدايه الشرح، لكن انا لخبطت الارقام دي. تمام، لكن حلتهم كلهم، بس مش ولا سؤال. هنا عندنا بعد كده جايب كومبليت. شايفين معايا بيقول 3.7 بيقول is bigger than، اكبر من مين؟ ومين اللي هنا هيكون عندنا is bigger than مين؟ يعني ده هيكون bigger than ده، وده هيكون bigger than ده، لان طول ما عندنا العلامة دي قدام النمبر معناها هو ده the biggest. تمام، طيب 3.7 عندنا هو is bigger than مين؟ هاتوا حاجة اقل منها. ممكن اقول عندنا 3.6، ممكن كمان اقول ان دي عندنا is bigger than mean 3 point، عندنا مين؟ عندنا 5. تمام، طب هنا هقول مين النمبر is less than half، مين اقل من الهاف؟ العلامة هنا عندنا في وش الهاف، فبالتالي اللي قبلها يبقى less than half، يبقى هقول مين؟ ممكن اقول ان هي is bigger than third. طيب ومين عندنا is bigger than الهاف؟ مين اكتر من الهاف؟ ممكن اقول عندنا 1، مش ال 1 هول هو is bigger than half. تمام، ممكن كمان اقول عندنا 3 over 4 is bigger than half. تمام، طب هنا عندنا 2 and 3 over 5، مين عندنا هقول less than، مين الاقل من ده؟ الاقل من ده انا ممكن اقول عندنا 2، وهنا مثلا بدل ال 2 بدل ال 3 دي احط 2 over 5. طب ومين عندنا is bigger، is bigger than ده؟ هقول مثلا عندنا 2 وبدل ال 3 دي احط 4 over 5.
تمام؟ يعني الإجابات بتكون متنوعة، تمام؟ هنا عندنا دي بالنيجاتيف، يبقى احنا شغالين على النيجاتيف، وطالما شغالين على النيجاتيف كل ما بنطلع لفوق ده عندنا الفاليو بيحصل لها ديكريز. فهنا عندنا نيجاتيف 4.8، هو عاوز اللي هنا bigger than اللي هنا، ده بيكون عندنا أعلى من اللي هنا. مين أعلى من ده؟ ممكن أقول نيجاتيف 4 point. مين أعلى من الايت؟ أعلى من الايت عندنا 7. مين أعلى من الايت؟ أعلى من الايت 7، عشان إحنا بإيه؟ إحنا بالنيجاتيف، إحنا بالنيجاتيف. خلي بالكم النيجاتيف غير البوزيتيف، النيجاتيف هنا عندنا نيجاتيف يبقى النيجاتيف غير البوزيتيف. طب هنا عاوزة حاجة برضو تكون هنا is bigger than ده، ممكن أقول له نيجاتيف 4.6، ممكن أقول نيجاتيف 4.5، نيجاتيف 4.3، نيجاتيف 4.2، تمام؟ كل الحاجات دي هتكون is bigger than ده، تمام؟ و is bigger than اللي هو ده، تمام؟ تعالوا نحل. عندنا في ايه؟ عاوز اللي هنا واللي هنا less than ده، أقل من ده. طالما اقل من ده يبقى عندنا هنا 2.8، وطبعا دي نيجاتيف، يبقى احنا شغالين على نيجاتيف، يبقى اقول له 2.9 اللي بعدها. طالما هو عاوز حاجه اقل يبقى الاقل اللي بعدها 2.9 2.8 2.9. بعد كده عندنا مين؟ هقول له نيجاتيف مثلا 3، تمام؟ ممكن اقول له نيجاتيف 4، اقول نيجاتيف 5، ايا كان. المهم عندنا اي نمبرز اهم حاجة تكون اللي بعدها، عشان اللي بعدها هو اللي بيكون عندنا اقل، تمام؟ هنا 7 and 3 over 8، هنا المسألة بتاعتنا بوزيتيف، يبقى هنا 7 3.8 هو عاوز حاجة ليز اقل منها، يبقى 7 and 2 over 8. طيب ليس منها كمان يبقى 7 and 1 over 8. الإجابات بتكون متنوعة، يعني أنا ممكن أكون حل الحل ده، أنت ممكن تجيب نمبرز تانية، مفيش أي مشكلة، مش هلتزم بإجابة محددة. السؤال ده هنا عاوز نمبرز، وطالما ما بين عندنا وطالما النمبرز اللي قصادي كتيرة، فبالتالي أنا بختار أي 2 نمبرز أو على حسب ما هو عاوز. هنا بيقول عاوز نعمل order the given set of numbers from least to greatest. عاوز من فين؟ من least، من الاقل to greatest، ليه؟ الاكبر. اول حاجة عشان احل مسألة زي دي ببص على النيجاتيف، ببص على ايه؟ النيجاتيف، وهو اللي انا ببدأ بيه. طالما عاوز least، ركزوا معايا، عاوز least او عاوز ان انا اعمل له ascending ومسألتي فيها نيجاتيف، يبقى انا لازم ابدأ بالنيجاتيف. ابدأ بايه؟ هبدأ بالنيجاتيف. طالما انا زي ما قلت عاوزة ابدأ بحاجة least او بascending، يعني برضو from least to the greatest. فين النيجاتيف؟ عندنا دي نيجاتيف، وعندنا دي، وعندنا دي، يبقى معنى كده انا هبدأ بواحدة منيهم. طيب هبدأ بالنا، عندنا هنا في 3، هنا في 1، هنا في 2. فين عندنا the least؟ the least في النيجاتيف هو the biggest في الترتيب. مين عندنا هنا؟ عندنا 3، وطبعا هي the biggest، هي عندنا the least، يبقى اول حاجة هقول له negative 3 and 4. بعدها مين؟ بعدها عندنا negative 2 and half، دي كده اقل حاجة. بعدين negative 1 and 7 over 8، تمام؟ بعدين بعد كده خلاص النيجاتيف خلص، هبدأ بالبوزيتيف. طبعا احنا شغالين على least الاقل، يبقى اقل حاجة الوان ولا تو؟ لا هتقول لي طبعا الوان، يبقى 1.4، وبعدين اخر حاجة 2.1، تمام؟ تعالوا هنا عاوز ايه؟ from that، هنا بيقول ايه؟ from the greatest to least، من الكبير للصغير. طب فين عندنا؟ طالما عاوز from the greatest يبقى لازم ابدأ ب positive. هبدأ بايه؟ positive. هبدأ بالنيجاتيف؟ لا، النيجاتيف قلت لما يقول لي from the least. تعالوا هنا فين عندنا the greatest؟ ماليش دعوة بدي ولا بدي، انا هاخد دي ومعايا دي ومعايا دي، بس كده، تمام؟ طيب هنا 3.4 ولا 0 ولا 3 عندنا فورس؟ تعالوا نشوف. اول حاجة عندنا الفورس ده بكام؟ عارفينه احنا ب 25، صح؟ طيب يبقى احنا مسألتنا كده، عندنا هنا 0.4 وهنا 25، يبقى هنا 3، هنا 3، هنا 4، هنا 2، يبقى عندنا دي اول واحدة، يبقى 3.4، وبعدها على طول 3 point كام؟ هخليها له زي ما هو، سوري، هخليها زي ما هي عندنا فورس، علشان بس المسألة تبقى دقيقة، فهحط هنا عندنا الفراكشن ده، وبعدين طبعا عندنا 0، وبعدين عندي دي او دي، هنا في -2، هنا في -4، هختار النا، هختار طبعا الكبير. فين ذا بيجست؟ 2 ولا 4؟ نيجاتيف 2 ولا نيجاتيف 4؟ لا طبعا عندنا نيجاتيف 2، يبقى نيجاتيف 2 and half، وبعدين نيجاتيف 4 and 3 over 7، تمام؟ وكده خلصنا مسألتنا.
شفتم معايا ازاي؟ يبقى مسألتنا طالما هو عاوز from the least ببدأ بالنيجاتيف. وطبعا النيجاتيف زي ما قلت طول ما عندنا الفراكشن بيكون في الاوردرنج بتاعته في الترتيب بتاعته بيكون كبير، معنى كده ان الفاليو بتاعته بتكون قليلة، الفاليو بتاعته بتكون ايه؟ بتكون عندنا قليلة. ولو عاوز ان انا اعمل ترتيب from the greatest to the least يبقى انا ببدأ اول حاجة ب positive، ببدأ بايه؟ بالبوزيتيف. تمام، تعال نشوف اللي بعده. الاوردر فروم جريتست تو ليست، من فين عندنا من جريتست؟ طالما قال جريتست يبقى انا هبدا بايه؟ ببوزيتيف. فين البوزيتيف؟ عندنا في ده وفي ده وعندنا ده. طيب هنا في 4 اوفر 5 وهنا 7 اوفر 10 وهنا عندنا دي 5 تنس، هحولها هخليها زيهم بالظبط، يبقى عندنا 5 اوفر 10 وهشيل عندنا مين؟ البوينت والزيرو. يلا مع بعض نعمل كومبيرنج. هنا 4 اوفر 5، طب وهنا عندنا 10 وهنا 10، نعمل تعالوا نخليهم كلهم يكونوا لايك دينومينيتور. هعمل ايه؟ هنا ال5 دي هعمل تايمز 2 وهنا تايمز 2 عشان يكونوا كلهم 10. فهنا 4 اوفر 5 هتبقى كام؟ هتبقى عندنا هنا تايمز 2 يبقى من تحت 10، وفوق هتبقى 4 تايمز 2 ايكوالز 8، يبقى هنا عندنا 8 اوفر 10. وعندنا مين تاني؟ عندنا هنا 7 اوفر 10 وعندنا 5 اوفر 10. تمام، طيب بعدين هبدا بايه؟ هبدا بواحده منهم. هبدا بمين؟ هنا عندنا 8 اوفر 10 وهنا 7 اوفر 10 وهنا 5 اوفر 10. مين عندنا فيهم ذا بيجست؟ طبعا عندنا ذا بيجست اللي هي 8 اوفر 10. اول حاجه هختار 4 اوفر 5، وبعدين عندنا هنا في 8 هنا 7، لا يبقى 7 اوفر 10 وبعدين 5 اوفر 10 وبعدين ابدا بالنيجاتيف. طيب فين النيجاتيف؟ عندنا هنا 6 اوفر 10 وهنا 4 اوفر 5، يبقى عاوز اخلي دي ودي يكونوا زي بعض، يبقى هنا هقول تايمز 2 وهنا عندنا تايمز 2، يبقى تايمز 2 4 تايمز 2 ايكوالز 8 و5 تايمز 2 ايكوالز 10، يبقى هنا عندنا ايه؟ عندنا هنا سوري كده حطها مع بعض، يبقى دي نيجاتيف 8 اوفر 10 ودي نيجاتيف 6 اوفر 10. فين عندنا ذا بيجست؟ طبعا اللي هي نيجاتيف 6 اوفر 10، يبقى هقول له نيجاتيف 6 اوفر 10 وبعدين نيجاتيف 8 اوفر، سوري عندنا مين؟ عندنا 4 اوفر 5. لازم نكتب اللي في المسألة الأصلية. تمام، نسيت، المفروض بدل ما اكتب 5 اوفر 10 لا هكتب 0.5. تمام، هكتب المساله الرئيسيه بتاعتي مش هكتب اللي انا عملته في الاخر. عندنا في ايه؟ هنا في نيجاتيف وهنا في نيجاتيف، لا هبدا بايه؟ بالبوزيتيف. معايا دي بوزيتيف ومعايا دي، عندنا دي 1 and 3 اوفر 4 ودي 6 اوفر 8. من غير ما اكمل هنا عارفين ان احنا دي فيها هول لكن دي ما فيهاش هول، يبقى اول واحده عندي 1 and 3 اوفر 4 وبعدها على طول 6 اوفر 8. وبعدين معايا النيجاتيف، معايا دي نيجاتيف ومعايا دي نيجاتيف. ها هنا عندنا دي فيها هول لكن دي ما فيهاش هول، يبقى دي عندنا ذا بيجست، يبقى اقول له نيجاتيف 3 اوفر 8. واخر حاجه عندنا ايه؟ احط كده الكما واقول نيجاتيف اللي هي دي 1.2500. تمام، طيب هنا عندنا في ايه؟ هنا في هاف كلهم طبعا نيجاتيف، طب دي هاف دي هاف ودي 11 اوفر 12 ودي 3 اوفر 4 ودي عندنا ثيرد. عندي طريقه، عندي طريقتين. الطريقه الاولى ان انا اجيب عندنا ليست كومن مالتيبل ما بينهم هما الاثنين، فهنا 2 هنا 12 هنا 4 وهنا 3. هنا عندنا ليست كومن مالتيبل، هتقول له طبعا هنا 3 وال4 وهنا 2، يبقى عندنا مين اللي هي 12، يبقى احط هنا 12 واحط هنا كمان 12 وهنا 12 وهنا كمان ايه 12. هقول ال1 عندنا ال2 اصبحت 12، عملنا تايم 6 يبقى فوق كمان هقول 1 تايم 6 6. ال12 اصبحت 12 عملنا تايمز 1 يبقى فوق كمان هيدينا 11. 4 اصبحت 12 عملنا تايم 3 يبقى فوق كمان هيدينا 9. 3 اصبحت 12 عملنا تايمز 4 يبقى فوق كمان يبقى يدينا 4. فين عندنا ذا بيجست؟ ذا بيجست اول واحده اكبر واحده اللي هي دي، فدي كده عندنا ايه؟ نمبر 1، هكتب دي اول حاجه. بعدها على طول اللي هي دي، فعندنا 3 اوفر 4. بعدنا عندنا مين؟ عندنا دي اللي هي 6 اوفر 12، فدي كده نمبر 3. واخر حاجه اللي هي ثيرد دي نمبر 4. تمام، طيب تعالوا هنا، هنا عاوزنا نعمل اوردر فروم ليست تو جريتست. طيب هنا جاي بوزيتيف، هنا بوزيتيف، هنا نيجاتيف وهنا نيجاتيف. طالما عندنا ليست يبقى ببدا بالنيجاتيف. هنا 0.2 هنا 0.3 تي 5 3500، يبقى عندنا مين ذا ليست؟ ذا ليست اللي هي دي،
دي اقل حاجة يبقى 0 بوينت. هنا عندنا 3500، وطبعا بحط الاول النيجاتيف الكاما، بعديها على طول نيجاتيف 0.2. بقى معايا مين؟ بعد كده معايا ده ومعايا ده. فين ذا ليست؟ هنا طبعا دول بوزيتيف، هنا 1 هنا 6، يبقى مين عندنا؟ يبقى 0.1500، وبعدين 0.63300. تمام. طب هنا تعالوا نجيب ليست كومن مالتيبل، هنا كلهم ديفرنت. طب لو جبت ليست كومن مالتيبل هلاقي مين؟ هلاقي عندنا 15، لان ال5 دي ينفع عندنا ال5 و3 دول عندنا برايم نمبر. لما اجيب ليست كومن مالتيبل ليهم هلاقيها مين عندنا؟ هقول ده تايمز ده اللي هو 15، فخلاص انا هاخد ايه؟ هاخد هنا 15 وهنا عندنا كده 15 وهنا 15. هقول ال5 اصبحت 15 عملنا تايم 3، يبقى فوق كمان 3 تايمز 3 ايكوالز 9. هنا 3 اصبحت 15 عملنا تايمز 1، يبقى فوق كمان يبقى عندنا كام؟ عندنا 5 تايمز 5 سوري، يبقى فوق كمان تايمز 5 ب 5. 15 تايمز كام ب 15؟ هقول 1، يبقى 1 تايمز 4 عندنا 4. فين ذا ليست؟ ليست اول حاجه عندنا اللي هي دي كده نمبر 1، وبعدين اللي هي دي كده نمبر 2، وبعدين دي كده نمبر 3. اللي جنبها هنا عندنا فين؟ هو طبعا عاوزين ليست ليست، يبقى هبدا عندنا بده او ده او ده. عندنا هنا ذا ليست اللي هي مين؟ اللي هي عندنا نيجاتيف 1. دي مين عندي هنا؟ هاف، وعندي هنا في ايه؟ في ثيرد. انا ممكن اجيب ليست كومن مالتيبل بينهم هما الاثنين، او ممكن اجيب كله مع بعضه. انا افضل بس الاول ان انا اشتغل على النيجاتيف علشان ما نتلخبطش. فين عندنا هاف وعنا عندنا ثيرد؟ تمام. حد ممكن يقول هي ميسي مش مستاهله يعني الهاف ولا الثيرد، مين عندنا ذا ليست؟ هتقول لي اللي هي الهاف هي طبعا ذا ليست. طبعا عندنا هاف عشان هي بالنيجاتيف، تبقى هي عندنا ايه؟ ذا ليست الاقل. يبقى احط هنا نيجاتيف هاف، وبعدين احط نيجاتيف عندنا ثيرد، مش عارف هات ليست كومن مالتيبل ما بينهم، وبعد كده ابدا حل. وبعدين اخر حاجه عندنا مين؟ عندنا اللي هي البوزيتيف اللي هي ايه؟ فورس. طيب هنا اول حاجه هنا فين النيجاتيف؟ النيجاتيف معايا اللي هي نيجاتيف 2، يبقى هبدا بيها اول حاجه كده واخلص منيها. تمام. دي معناها ايه؟ دي 2 and 5 over 10. طب انا ممكن اشيل كده البوينت دي واخليها 5 over 10. انا شلت البوينت وعملتها فراكشن علشان يكونوا معايا زي بعض. دلوقتي عاوزه اخلي الدينومينيتورز كلهم يكونوا لايك، هنا 10 وهنا 5 وعندنا هنا 3. طيب انا عاوزه اجيب ليست كومن مالتيبل ليهم كلهم. لو انا مش عارف، فبالتالي هجيب الفاكتورز او البرايم فاكتورايزيشن بتاعه كل واحده منهم. ال10 هقول ايكوالز عباره عن 2 تايمز 5. ال10 عباره عن 2 و5، وعندنا الفايف عبارة عن ايه؟ عبارة عن بس فايف، يبقى معايا 2 تايمز 5، واللي هي الفايف 5 تايمز 1، والثري دي عبارة عن 3 تايمز 1. تمام. يبقى انا احط كده واجيب ليست كومن مالتيبل. هنا هنزل ال 2 وهنا الفايف هاخد منها واحدة، وهنا عندنا 3، يبقى 2 تايمز 5 10 تايمز 3 ايكوالز عندنا 30. يبقى انا كده جبت ليست كومن مالتيبل ما بينهم مين كام؟ عندنا 30. تمام. يبقى انا همسح دي كده وهبدا احط هنا كده 30. تمام. وهنا عندنا 30 وهنا عندنا ايه؟ 30. طبعا في 2 ما بينهم كلهم. تمام. طيب هنا ال 10 اصبحت 30، عملنا تايمز كام؟ عملنا تايمز 3، يبقى فوق كمان يبقى 15. هنا ال 5 اصبحت 30، عملنا تايم 6، يبقى فوق كمان يبقى 6 تايم 3 ايكوالز 18. هنا ال 3 اصبحت 30 تايمز 1، يبقى فوق كمان هيدينا 10. هنا 15، هنا 18، هنا 10. مين عندنا ذا ليست؟ اقل حاجه اللي هي دي، يبقى عندنا دي اللي هي ايه؟ اللي هي 2 and 3. يبقى احط كده 2 and 3، وبعدين هاخد مين عندنا فيه هنا 15 اللي هي دي اللي هي 2 بوينت، عندنا 5 تنس، واخر حاجة اللي هي دي اللي هي عندنا 2 and 3 over 5. تمام. يبقى انا كده عملت ايه؟ عملت ordering from the least to the greatest. تعال نشوف اللي بعده. هنا بيقول for each pair of numbers draw a number line with appropriate labels then write number that is located between each pair of numbers. عاوزنا ان احنا نجد الارقام اللي بتوين عندنا دول ونحطهم بعد كده على النمبر لاين. تعالوا مع بعض كده. اول حاجه عندنا المساله اللي قدامكم دي، ايه النمبرز اللي بتوين هما الاثنين؟ مساله زي دي كل اللي هعمله لما يكون عندنا ديسيمال ان انا احط بس زيرو. انا احط زيرو هنا واحط زيرو هنا، اصبح النمبر اللي معايا شايفين معايا اللي هو 700 750
thousands وهنا 760,000. يبقى في بينهم عندنا decimals. اه طبعا عندنا كتير. عندنا كام؟ هتقول لي يا مس ده فيه كام؟ هنا عندنا 50 يبقى 51 يبقى 3.7. عندنا 5 كده 1 وبعدين في برضو 3.75 وبعدين 2 تمام. وعندنا 3.75 عندنا 3,753,000 تمام. وعندنا كمان في 3.75 عندنا 4,754,000 تمام. خلاص كده احنا جبنا كام نمبرز. تعالوا معايا نرسم النمبر لاين. هنرسم النمبر لاين بالشكل ده اهو تمام. وهبدأ اول حاجة هنا بايه عندنا اللي هي دي يبقى 3.75 وبعدين هنتهي اخر حاجة اللي هي دي 3.7 وعندنا اللي هي 6 دي. هبدأ كده احط كده اي نمبر من النمبرز اللي انا جبتها دي احطها هنا على النمبر لاين. مثلا لو احط الاولاني ده يبقى احطه عندنا هنا. احط التاني ده احطه جنبه هنا. اي نمبر ابدأ احطه على النمبر لاين. طيب تعالوا هنا عندنا نيجاتيف 3 and 4 وهنا عندنا نيجاتيف هاف. هنا عندنا ممكن اعمل ايه؟ هنا 4 وهنا 2 اعمل لهم تايمز مع بعض يبقى 4 times 2 equals 8. قول 8 تمام. نيجاتيف 8 وهنا عندنا نيجاتيف برضو ايه احط هنا 8. 4 اصبحت 8 عملنا تايمز 2 يبقى فوق كمان 2 times 3 equals 6. انا قلت هنا 8 وعملت تايمز ده مع ده عشان اجيب الدينومينيتور يكونوا هما الاثنين لايك. طب ليه ما اخترتش مستر 4؟ لو اخترت ال 4 مش هلاقي برضو بينهم ارقام فانا اختصرت يعني الطريق فعلى طول جبت 8. فهنا 4 اصبحت 8 زي ما قلت قلنا تايمز 2 فوق كمان هيدينا 6. 2 اصبحت 8 عملنا تايمز 4 يبقى فوق كمان يبقى 4 times 1 equals 4. هنا عندنا في ماينس 6 اوفر 8 يبقى عندنا اللي بعدها في ايه ماينس عندنا او نيجاتيف 5 اوفر 8. وبعدين هنا في ايه ماينس او نيجاتيف 4 اوفر 8. هرسم كده عندنا النمبر لاين بتاعي. هنا احط كده في نيجاتيف 6 اوفر 8 واحط هنا في نيجاتيف اللي هي 4 اوفر 8 واحط كده في النص ما بينهم نيجاتيف اللي هي 5 اوفر 8. مفيش حاجة ما بينهم غير هي دي تمام. بعد كده عندنا دي بنفس الفكرة. احط هنا عندنا كده في هنا 0.1 وهنا عندنا في 9 بس. انا كمان عشان تبقى زيها احط كده هنا 0 واحط هنا كده 0. طيب اللي بينهم ايه برضو هتقولي مفيش مس ما هي عندنا 0 بعد كده 1. طب خلاص حطي 0 تاني هنا واحط هنا 0 تاني هنا فاصبح بينا عندنا ايه في نمبرز كتيرة. في 9 point عندنا 0 1. في ايه كمان؟ في عندنا 9.02 9 point عندنا 0 3 يعني 300 قصدي او 400 او 500 بعدين 600 700. طبعا معايا 9 طبعا الاساس لحد ما اوصل ل 910 وتمام. وطبعا انا ببدأ ان انا ايه ارسم النمبر لاين وبحطهم على النمبر لاين مفيش اي مشكلة زي ما حلينا كده. وبختار اي واحدة فيهم بحطها على النمبر لاين. طب هنا 1 over 9 2 over 9 هعمل ايه؟ هقول لكم على طريقتين. الطريقه الاولى انا ممكن احط زيروز في النيميريدر والدينومينيتور ويبقى عندنا فوق 10 over 90 وهنا عندنا الثانيه 20 over 90 وبالشكل ده هيكون سهل جدا اجيب كل النمبرز اللي هي بتوين زم. الطريقه الثانيه اللي هتكلم عنها دلوقتي هقول تايمز هنا عندنا 3 وهنا كمان تايم 3 وهنا تايم 3 وهنا كمان تايم 3 يبقى 9 times 3 equals هقول 27 وهنا عندنا 1 times 3 3 وهنا هقول 9 times 3 27 و2 times 3 equals 6. شايفين معايا هنا 3 وهنا عندنا 6 بينهم ايه؟ بينهم عندنا 4 over 27 وعندنا كمان 5 over 27 لحد هنا. فعندنا النمبرز اللي بينهم اللي هما التو نمبرز دول ما بينهم بختار واحدة واحطها على النمبر لاين بتاعي. السؤال اللي بعده هو السؤال اللي انا حليته في بدايه الفيديو على السبوره. تعالوا معايا نحل اسئله مالتيبل تشوز. اتمنى اللي وصل معايا لحد الجزئيه دي يعمل لايك للفيديو. يلا معايا هنا عندنا في هنا نيجاتيف وهنا في زيرو. لا على طول بختار الزيرو. يبقى اختار ب. طيب هنا عندنا في دي 7 ودي 6 يبقى 7 هي ذا بيجست يبقى هختار العلامة دي. طيب هنا الاتنين دول شايفين دول unlike denominator ممكن اعمل زي ما قلت كده تمام مقص وهقول ايه 3 times 7 equals 21 و2 times 5 equals 10. دي 21 ودي 10 يبقى عندنا مين the biggest 21 يبقى عندنا هختار ايه
اللي بعده الاتنين نيجاتيف ماشي، ممكن نعمل برضو مقص. هقول 4 تايمز 2 ايكوالز 8، 1 تايمز 9 ايكوالز 9. مين ذا بيجست؟ خلي بالكم خلي بالكم، دي نيجاتيف ودي نيجاتيف، يبقى هاخد الناء علشان هنا نيجاتيف وهنا نيجاتيف، فهاخد الناء عندنا ذا بيجست. طبعا الصغيره هي دي بتكون الفاليو بتاعتها اعلى يعني. طيب هنا عندنا دي ايه؟ دي ال 5 تينس دي معناها 5 اوفر 10 او معناها هاف، دي او دي. طيب انا عندي دي كمان ممكن برضه اخليها ان سمبلست فورم، ممكن اقول ديفايدد عندنا 2 ب 1 ديفايدد 2 ايكوالز 4، تمام ايكوالز 4. فال 4 ولا الهاف؟ لا طبعا عندنا الهاف هي ذا بيجست. طيب ايه يبقى هختار بي. طيب دي عايز اعرف دي از بيجر ذان مين؟ تعالوا نشوف. لازم لو قلت 4 لا، ال 4 هي البيجر ذان دي. طب لو قلت مين؟ انا عندي هنا دي نيجاتيف، وطبعا البوزيتيف هو دايما اللي بيكون ذا بيجست، يبقى انا هختار سي. اللي بعده بيقول عندنا ده بيكون ليس ذان مين، اقل من مين. طيب اقل من مين يعني هنا بيكون ذا بيجست. طيب نيجي لدي، دي لا 6 ودي 8، لا دي 8 ودي 8، دي 0 ودي 6، لا دي ذا بيجست. طيب هنا عندنا دي 0 ودي لا 6، لا برضو هختار عندنا اللي هي 18. 18 طبعا is bigger than ال 8 اللي هي دي، فانا هختار دي. النمبر اللي هو ده عاوز يعرف is big is less than ايه. is less than يعني اللي هنا هيكون the biggest، طالما the biggest لازم يكون positive. لاحظتوا معايا كلهم negative ما عدا الزيرو، يبقى عندنا هقول الزيرو. تمام اللي بعده نمبر 9 the smallest number from the following، عاوز smallest number في دول كلهم كام. يلا معايا عندنا دي الهاف دي equals عندنا 0.5، فدي 5 وهنا عندنا 1، دي 3 دي عندنا 1، تمام. يبقى انا عندي دي ودي مش معانا عشان دي 3 وعندنا 5. تعالوا نشوف دي ونشوف دي اللي هي A و D، D1 و D1، D1 لكن D0، يبقى عندنا دي the biggest. biggest number from the following is، عاوز أكبر عدد في دول إيه. لو لاحظتوا معايا عندنا هنا half وهنا third وهنا fourth وهنا 1 over 12. لو جيت أنا مثلتها على النمبر لاين هتلاقوا ال 1 over 3 في الأول خالص جنب الزيرو، ودي عندنا ال 1 over 4 برضو جنب الزيرو، وال 1 over 12 لكن الهاف معناها في النص. مين عندنا الهاف؟ ذا راشونال نمبر بتوين ده وده. طب هنعمل ايه؟ حط هنا زيرو وحط هنا زيرو، اصبحت هنا 50 وهنا 40. ايه اللي بينهم؟ عندنا 41 42 43 44، فهنا عندنا في 43، يبقى انا هختار بي. اللي بعده نمبر 13 the number that lies between، النمبر اللي بيقع ما بين عندنا ده وده، حط هنا 0 وحط هنا 0، يبقى اللي بينهم ايه؟ هقول 51 52 53 54، عندنا اهي 50 ايه 54، يبقى انا هختار سي. 13 the rational number between ده وده، يلا معايا برضو حط 0 هنا وحط 0 هنا، يبقى 50 51 52 53 هكذا 54 55، عندنا 56 و 57، فانا عندي 57 هنا و 57 هنا، هاخد النا هاخد اللي بالنيجاتيف طبعا، تمام. والنقط is lying between ده وده، حط 0 هنا علشان تعرف اللي بينهم ايه. فهنا 14 يبقى عندنا 15، في 15 اهي 15 او 16 او 17 و 18 و 19 لحد 20. طيب the number of rational number between عندنا ده و between ده، طيب بيقول ايه؟ هنا عندنا في positive وهنا عندنا negative، هو عاوز اللي بينهم هما الاتنين، يعني عندنا دي negative وهنا positive، طبعا اللي بينهم ارقام كتيرة خالص، فانا قال لك 0 وقال لك 1 وقال لك 2، طبعا اللي بينهم اكتر من كده، فانا بيقول لك ايه؟ an infinite number يعني عدد بيقول غير محدود، فبالتالي انا هختار دي، لان النمبرز اللي بينهم كتيرة جدا جدا، لان ده positive وده النيجاتيف، فاللي بينهم كتير. كده تكون خلصت حلقتنا النهارده، اتمنى من حضراتكم تعملوا لايك للفيديو علشان اللايك بيساعدني ان انا اقدر اكمل معاكم. ثانكس فور واتشنج، باي باي.